هول الفوتج اللي مخبيتهم عندي من 2019. انه هذا اصعب فيديو بتخيل رح اعمله او عملته، لانه هيدي اللحظه يلي I unglued الويج عن راسي، لحظه يعني ما ممكن انساها بحياتي. مخلوطه فيها هيك، فيها بسط، فيها شعور بالتحرر، فيها قوة، بذات الوقت خوف، انه صرت كل وقت عم فكر انه شو حيقولوا اهلي، شو حيقولوا اصحابي، شو حيقولوا الناس حوالي، طب شو بدي اقول لهم، شو بدي اقول لكم. صرت خاف انه بركي ابني ما تقبل شكلي. It's very emotional. حتى الشعور اللي حسيته وقتها شلت الويك هيك ودسيت شعري وكان ما في شيء، It felt really good. It felt liberating. عم خبركم اياها لانه هي ما بتنطبق بس على الشعر، بتنطبق على حيلا ديسيجن الواحد عباله ياخدها بحياته، بتكون وزن عليه وبيكون مأخر القرار وعم يدفش فيه لانه بيقول بكره وبعدين وبكره وبعدين، بس ما في بعدين. بس تشيلوا هيدا الشيء عنكم، عن كتافكم، شعور لا يوصف.